في عندنا لك صورة كده بنوريك إياها. أنت أكيد راح تعرف المناسبة، لكن نبغى نعرف تاريخها. تحاول طيب كده تستذكر معانا شوية تاريخ. أتذكر لا ما في يعني. حاول حاول كيف. شوف شوف حاول. وين يا ناصر؟ نشوف الصورة الحين. يلا هذه الصورة للدكتور مدني رحيمي مع الزميل الإعلامي جاسم العثمان و المدرب القدير والكبير الحقيقة الأستاذ خليل الزياني. هذه وين كانت الصورة؟ هذا أعتقد كانت في الرياض في الشرقية أعتقد. لا ما أبغى أعتقد، أبغى أكيد. لا ما هو صحيح، كأس الخليج هذا. لا هذه في بطولة المصيف الطائف. أحسنت يا أبو فهد. مصيف الطائف نعم. تاريخ أبو فهد ما شاء الله، والله العظيم ما يدري عن الصورة. هلا ما ادري. لا 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 سعود اسرامي انا على الفطور وريتك اياها. لا ما افطرت معك. لا بس باي صفه كان الدكتور موجود؟ كان مدير فريق ولا جاسم كان مدير ولا لا؟ وانا كنت مدير الاتحاد. فرق الاتحاد والاتفاق. الاتحاد جاسم كان مدير الكره في الاتفاق. اتحاد كره القدم. لا جاسم حتى في الهلال مدير الكره. لا تقول فريق الاتحاد. لا تقول بس هذول جالسين مع بعض فريق واحد دولة. لا دولة. لا ليش هو فريق واحد؟ مدرج تقريبا. جاسم العثمان كان في مرحله من المراحل مسك اداره الكره في نادي الهلال. اي بس انا عارف، انا قصدي انهم جالسين كذا كانوا فريق واحد منتخب. لا مدرج هذا. دولة المصيف ما هي دولة المصيف. مستحيل يجي يعجز رئيس الاتحاد وكره الاتحاد. هذه فتره عام 1406. هذه 1406 كان في بوب هاوتون بالاداري والاتحاد. لعبنا مع نادي مع المنتخب السعودي في 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 الطائف. ممكن كذا. حتى خليل الزياني واجه الجمهور، يعني الجمهور اللي طلع طلع جمهور الاتحاد الاكثر في المباراه دي. فكان فيها يعني واجهوا خليل الزياني على انه هذه كانت في الطائف كانت. طيب نذكر مره ثانيه.